حقيبة النوم اللي اقدر اقل ساعة سليب اقعد اقعد الصبح ابلع وي يس يس 50 اف ان اف ان اف 2000 اخيرا السلاح الخارق هذا ارتكبتوا اكبر غلطة بحياتكم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب خنفشارية وراكية. مرة اهلا بكم بالحلقة رقم 36 من لعبة ستولكر كلير سكاي. اوكي اوكي، لو تلاحظون اللعبة تغيرت كلير سكاي كومبليت. طبعا نزلت مود للعبة، المود شوي غير كم شغلة. ردت مود كون ما يغير من اللعبة جذريا، بنفس الوقت يعني بعض التغييرات. المود اللي نزلته اسمه اوكي شنو اسمه بالله اسمه كلير سكاي كومبليت مود. اوكي حتى هنا أنا مكتوب كلير سكاي كومبليت. شو اسمه هذا المود هذا ممتاز، يزيد عندك الوزن بنسبة 10، بعض التغييرات على اشكال الاسلحة، وينطيك البزة او الملابس قصدي حقيبة النوم اللي اقدر اقل ساعة ساعتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سليب اقعد الصبح اذا كان هسه الليل. اعتقد هسه الصبح بيش ساعة بيش ساعة الساعة 19 المهم ما ادري اعتقد ليل. المهم شوي تحسينات يعني بس تشبو شوي تحسينات بالصوت، تحسينات بالإضاءة، وتحسينات بالجرافيكس. بعد شنو من تحسينات اللعبة صارت ستيبلايز او يعني مستقرة، ماكو جلتشات. بس الشغلة اللي ما عجبتني اوكي اللي هو الناظور ابد ما عجبني ابد يا اخي، هذا ايش قدوت الناظور. المهم بعد شنو اللي عجبني لما اشغل شو يسمونه هذا نايت فيجن ممتاز. طفي هذا، شوف هسه بنروح بالظلمه كل شيء واضح بالنسبه لي. وات وين يقول لي وات اللي هنا انا اخذ شغل الجهاز ما ادري شلون. طبعا شو اسمه عدتها من الحلقه رقم 34 اوكي، رجعت بالحلقه رقم 34 و بس تقولون ليش رجعت؟ لان انا مسوي خزن ومتقدم باللعبه هالنوبه، سويت لها مود. طبعا المود سهل كلش غير معقد، بس تنزله اوكي تفتح عنه الضغط وتسوي له تثبيت. المود قبل يتجه للعبه ويغيرها، يعني ماكو انت ما حاجه تروح يدويا تغير ملفات اللعبه اوكي. فالمود حيل عاجبني، ان شاء الله يعالج الجلتشات. بس لازم اروح وين اروح اشغل الجهاز هذا شلون اوكي شلون الجوزه مالت الجسر ما ادري مال شنو هي اوكي. المهم احتاجها ما عندنا شيء هنا. هذا شلون بالله بس تسمعون الاصوات لما اخذ هذا السلاح، يعني اكو اصوات اصفر. يا اخي تقهر، لا يا مسلم، الله اكبر. اوكي يلا هذا خلي هنا، هذا انلود لحول وين هذا انلود ونرجعه بمكانه. المهم استخدم هذا السلاح الممتاز. وات ما انطاني طلق إليه، لا تقولها وين هو اي مطور بس طلق مالته وين ها. شوفوا الاصوات ممتازة، صوت دقات القلب، صوت الراديشن اوكي. بشكل عام المود حيل خلى اللعبة حلوة ومستقرة، اهم شيء مستقرة. انا نزلت المود لان يخلي اللعبة مستقرة اوكي، ولا ما نزلتها ما ادري اذا هسه بالتسجيل يبين عندكم انه هي لعبة اوضح لو لا ما ادري. شيش، واخيرا وقت الجلد
اوكي اعرفكم على فينتر اس في السلاح الخارق. باو على هذا هيك نقول له بيو 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 بيو. اوكي لا ما يفيد ما يفيد ما يفيد. نريد نعالجهم بسرعه. ابلع. الصوت عالي كلش. صوت مزعج. نايس نايس اوكي بويز وي فوك ذم اول وي وي وات ذا فوك. وين واقف انت؟ خربت ام الواقعيه يا مسلم. اوكي وي فوك ذم اول اند وي سكسيد تو ما ادري ايش. اوكي واخيرا نقدر نوصل الى ليموناسك. اوه اخيرا يا رجل سولفوا شوي. ايش قد عاشوا؟ أربعة. ممتاز هو أربعة من أربعة. الشكر الشكر لمارك. لولا لكنا قد انحصرنا هنا. أنا على كل حال بس أشكرك سوق ذلك في مخي. هذا اتفاق. شكرا يا ياب كوكولوك كولوبوك تريد. ما عندك شيء قاعد. اوكي كانت لك الفقر يا بنطاني كوكولوك ما ادري ايش اسمه. الذي ليش مرسنري؟ ليش مرسنري؟ كان يقول لي ستولكر نوبا. لا مرسنري ديوتي. انا ديوتي ديوتي مو بعينك ابن الذين. سيو انها لحظة الحقيقة شباب. نشوف المفروض. اوكي ينطيني جائزة بالبيس اذا رجعت. هس هذا شلون يقل لي تنتظرك 600 روبل؟ هذا السلاح يقل لي ليش نزلت مود كامل يا بشر؟ المفروض يقل لي 50,000 بالاضافة الى اف تي تي 2000. هيك المفروض يكتب لي لا اله الا الله. قل له سيف واروح للبيس او للقاعده اتاكد. اوكي لا حول يا اخي هيك شغلات تصير بوقت ابد مو مناسب. اوكي يا سواني قل لي البد شيش وين انا. يب البد البد على الجهه اليسرى. المهم قبل لا البد اريد اتاكد هل ضام لي 50,000 والسلاح لو لا. واسخ واسخ وين انت؟ وات ذا فاك. مو وقتك والله مو وقتك. يب لازم البد هنا. يا برجعوا رجعوا. هسه المفروض اقله يو جات سمثينج فور مي. يقول لي يس يس 50 اف ان اف اف ان اف 2000. اخيرا السلاح الخارق هذا اخيرا يا رجل. اوه اخيرا يا مسلم. عجيب يعني والله ينرفزون الواحد. لعد ليش منأشر عليه بالخريطه يقول لي لا ما عندك. هسه نخلي هذا السلاح مقارنه ويا هذا. هذا السلاح بسرعه اطلاقه افضل بس هذا السلاح سرعه اطلاقه افضل بينما هذا الدقة والدمج أفضل. فهسه راح نطور هذا السلاح مالنا الجديد ونشوف منو الأفضل. أريد هاي الشجرة الأكيرسي. فنزيد هذا نزيد هذا. أكيرسي زائد 70 بويا. أوكي ايش قد الأكيرسي مالته هسه؟ أقل. شوف هسه ايش قد راح تزيد. بوم صارت أكثر. المهم يقول لي تريد واحد سكوب 1.6 لو تريد 4x. 4x افضل اعتقد ابعد. اوبتيكال سكوب بيلت ان سكوب. شنو الفرق؟ بيلت ان يعني مبني من الداخل. اوبتيكال اعتقد اجي اقدر اركب عليه ما ادري. نزيد المخزن نقول له سيف. انا بنقول له اريد ان شنو اريد؟ اقول له اوبتيكال اول شيء خلينا نشوف شنو السالفه. اوكي شيش صلح هذا. هسه سلاحي هذا السلاح صار خارق افضل من هذا لو تلاحظون.
هذا صار ضعيف من ناحية الدقة والدمج مقارنة بالسلاح الجديد. اوكي نشوف سلاحنا الخارق. ليش ابيض؟ وطف. اوكي ما يقرب. لا ما يصير. اوكي اوه كاتب همينه. ياب اريد اسمع صوتك، اريد اسمع حسك. اوه صوت قناص. المهم شوف سرعة اطلاق، سرعة اطلاق خارقة. خلي كاتب لي ان صوتك مزعج صراحة. والدقة خارقة. اوكي سلاح ادهشني، اريد ان اكس 4 اعتقد. اي بيوصل ابعد يعني. اني ويبن بيكوم بيكوز فول فورس سنايبنج. يا ذس كوماند هاز اوريدي بين ابجريد. المهم اعتقد وضعي هسه 100 100. الانلود هذا ما راح احتاجه بعد، هذا هم ما احتاجه. كلنا ذبلين ما عدا الشتجن وهذا السلاح. طبعا يستخدم هذا الطلق 5.56 في 45. اوكي ياب 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 مكتوب بالوصف مالته. ف 100 100 وضعي هسه عسل على عسل صراحه. حلقه اليوم كانت ممتازه. وات ليش ماكو احد هنا؟ عجيب يا اخي، قلت ابيع عليهم شويه. المهم شيش اريد اخذ. اوكي ليش الاستامينا هيك صارت؟ لان وزني ثقيل، وزني 60. اوكي اريد اخذ اسلحتي من هنا. اوكي لا وحتى ابو جريد هم طافر، ما ادري وين رايحين. شيش اريد اخذ اي شيء مهم هنا. اوكي اي شيء مهم مثل شيني، مثل الطلق ال وات. ما عندي شيء مهم. هذا السلاح قلت اخذه بس يولون. ما حاجه. ياب 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 ما حاجه ما حاجه. ياب هسه رجعوا. مرات اذا صارت جلتشات سوي سيف هالنوب وارجع بهذا السيف. اوكي كانك تسوي رفرش للعبه. You got something for me؟ لا. ايش عندك هنا؟ عندك هذا القناص يمكن احتاجه. اوكي وين الاكزوسكيلتون؟ عند قلت اراويكم. هذا مو اكزوسكيلتون. اوكي ذاك ما تقدر تركض بي. المهم ما عندي شيء هنا ابيع له هذا. ياب شيش. اوكي وين راح؟ هذا شنو هذا؟ يولي هذا. من وين حصلته ما ادري بس يولي. جرافي؟ لا 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 لا. المهم هسه خل اروح المن. اوه 150 ألف نايس. هسه خل اروح للريد فورست او الجسر. ارتكبتوا اكبر غلطة بحياتكم. ابلع ابلع ابلع. ياوي جرى. انا لا يمكم لا عليكم لا يمكم. تشرد ها تشرد. ليش السلاح هاكي؟ خلي له كاتم. خاف ما عندك حجي، خاف ما عندك حبي. اوكي ايش عندك هنا؟ الكاتم نسيت ارجع يب سلاح شو اسمه؟ المسدس الصغير نسيت اتخلص من عنده. اوكي ناخذ هذا اللي نحتاجهن. شيش بس عجبني السلاح الصغير شكله حلو. اوكي ايش عندك انت؟ ما عندك شيء. نتخلص من هذا. اوكي شوف سلمونا قل اثنين. اوه شكله حلو يا اخي قوه. شيش يا ذولي اصدقاء اعداء اصدقاء. المهم راح اطلع من هذا اوكي من هذا المخرج تو ذا ريد فورست قبل. اوكي حتى اتجنب هاي المنطقه.
اوكي وجاي يسوون بالضبط ها؟ يس هاوس لايف بليز وات هذا هاو ماتش يريد يبيع علي شغلات سو كان هيلب يو يس ماه يولون رمان اي شغلات زباله صارت بالنسبه لي بالنسبه لي صارن زباله شيش المزعجين ما يفيد بيهم غير الشلقن وش مش على الطرف نقل السيف احس يعني وصلت لنهاية اللعبة من ناحية القوة اوكي افضل ارتفكتات افضل اسلحة بس الدرع يبقى عندك ضعيف كلش لا 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 الحركة الحركة الوسطى نايس 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 اوكي شو عندك هنا طلق الاس في فينتر اس في هولي شيش اوكي وات منا على اليسرى اوه اشرب عصير تغير شكل العصير هم تغير مشروب الطاقه تغير شكله بويا الوزن الوزن خارق يا اخي اصواتكم مرعبه قويه اوه ما ادري وحش ما ادري شنو طاح بنص الانومالي ياب جاي اللي جاي لي اوكي شكو هنا ياب خو ما يترك اللوت مالته منطقه حلوه لازم منطقه وسخه فوق وات وين اللوت ها يب هذا هو نايس الطلق اللي انا اريده انه بالضبط عاشت ايدك هي اللي خلى اللوت اوكي الاستاشات مهمات كلش ينطن لوت ممتاز مرات انت تحتاجن شنو هالصوت ياب توقعت وجودك هنا أنا يا واسخ جلسيف خاف يصير شيء لان خلص ال ظهري بظهري ها بعدك وراي بعدك وراي طبعا تخاف من عندي طبعا هنا أنا الانومالي ابو الكهرباء ما اروح له ما افكر اروح له اوكي العفو ليش كلكم متجمعين حديث شين جاي تاخذهم من عنده مراد مثلا لو اوكي شنو هذا ناخذ من عنده ندب هذا ندب هذا ماكو شيء هنا انا بخير يعني ياب 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 عندي هواي بيتكت اخذ كل هنا وياي خليه هناك بالصندوق الرئيسي شيش حسن شنو قصدك الصندوق الرئيسي قل السيف اول شيء انا لمن جيت هنا وات ذا فاك حسن ايش جاي يصير لك انت مفروض اجي هناك تعديت من المنطقه اللي اريد اروح لها هنا أنا المفروض العبقريه العبقريه نعم الجماعه التليبورت وين اختفوا وات ابو التليبورت وقفوا هنا المفروض عجيب الجماعه التليبورتر كلهم اختفوا نجي هنا ناخذ هذا ليش لا نذب هذا اللي هنا حتى هذا المهم نقل انلود انلود نسوي دسمس سلايلنسر انلود نذبهن هنا علي. كلهن حتى هذا هم يذبنه اوكي هذا الطلق مالاتهن شوفوا الوزن هسه شقد راح يصير شيش لا هذا ما ذبه بعد شي ذبن شي ذب هذا ذبن 150,000 اقدر اشتري اي شيء اوكي ما اعتقد بعد عندي شيء شيش هذا اللي يعجبني الترتيب لا نايس هل عندي شيء اقدر اذبنه لا هذا الوزن تمام التمام هسه ايش قد ما اركض ما يقل اوكي بس قبلها لازم اخلي هذا الارتفكت وينه
خلي هذا ونقول له شوف شوف قد ما اركض ما يهمني. قل له سيف نايس يا اخي الوضع 100 بس لا اللون يتغير وطف نايس. عندي طن من هذا الطلق 200 325 طلقة من هذا النوع. اوكي نايس نايس نايس. لا انا هم عندي طلق اقدر اخذ والله. ياب من لا ما عندي لا انا ماكو اكو طلق من هذا الفينتر اس في بس ما يهمني حاليا لان ما راح استخدمه. وليش الكل يختفي؟ هسه اسوي لود كلهم يطلعون متاكد. ياب كلهم رسبنوا ممتاز. اول ما اسوي لود هذا يتحرك. اوكي وقف شنو اكو حدر؟ قل له شيش اكو واحد ميت هناك. المهم هذا طبعا مشع كلش على المود هاي ما حد يتحرك ما حد يتقرب له. شوف ذي جثة همينه. فا اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك. واذا عندكم شي تقولونه او لعبة تريدون العبها كتبوا ليها بالتعليقات. نشوفكم باشر الساعة 7 بالليل وهي لعبة ستولكر كلير سكاي بالمدينة ليموناسك ما ادري ايش اسمها. اوكي يلا باي.